وأنا أقول من يحترم عقله ومن يحترم علمه ومن يحترم التحقيق والدليل لا ينبغي البتة أن يشغل نفسه بهذه الخرافات والأوهام والخزعبلات والأساطير، بل يجب علينا في مثل هذه الأمور الغيبية ألا نتكلم فيها كلمة واحدة إلا بدليل من كتاب الله أو بدليل من كلام الصادق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تتكلم عن أمور غيبية ما فيش فيها مجال للعقل ولا مجال للأوهام ولا الخرافات. لأنني كلما طالعت كتب التفسير وكتب التاريخ وجدت أخبارا عجيبة وقرأت روايات غريبة جدا يندى لها جبين التحقيق العلمي خجلا وحياء. فلا يجوز أبدا لعاقل فضلا عن عالم يحترم الدليل أن يجري وراء هذه الأساطير والأوهام، وإنما يجب علينا فقط أن نستدل على كل كلمة من كلامنا أو أن نستدل على كل كلمة في كلامنا بآية من كتاب ربنا أو بحديث لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. طيب ما تيجوا نكتفي فقط باللي ثبت في القرآن الكريم والسنة الصحيحة عن يأجوج ومأجوج. من يأجوج ومأجوج؟ بعث النار. نعم بعث النار. لا مش مستوعبين اللفظة دي، يعني ايه بعث النار؟ خلي بالك من كلام النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا آدم، الله أكبر، رب العزة ينادي على آدم يوم القيامة، والله تخلي بالك من الكلام ده، يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول الله جل وعلا: أخرج بعث النار. سلم يا رب، سلم يا رب، أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ ما يعرفش. يا رب وما بعث النار؟ فيقول العزيز الغفار جل جلاله: من كل 1999. يا رب سلم، يا رب سلم يا آدم. فيقول: لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك. فيقول جل جلاله: أخرج بعث النار. فيقول آدم: يا رب وما بعث النار؟ فيقول الله: من كل 1999. يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بمجرد ما قال هذا الحديث، النبي يقول: فعندئذ يشيب الصغير. مش ممكن طبعا من كل 1999 يروحوا جهنم. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقالوا: يا رسول الله، وأينا ذلك الواحد؟ أينا ذلك الواحد من كل 1999 لجهنم؟ أينا ذلك الواحد؟ من سينجو إذن؟ اسمع ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المزداة صلى الله عليه وآله ومن ولاه. قال: أبشروا. أبشروا بإيه؟ خذ البشرة، خذ البشرة من الصادق. قال: أبشروا فمن يأجوج ومأجوج 999 ومنكم واحد. الله، اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالتوحيد ونسبتنا إلى محرر العبيد فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس. يا سلام على كرامة التوحيد وعلى فضل التوحيد، بل وعلى كرامة أمة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا طب شوية خليك مع الحديث وهنرجع تاني للكلام ده، لأن ده كلام في غاية الأهمية عشان ترفع رأسك الآن في زمن، في زمن هزم فيه كثير من المسلمين، هزموا هزيمة نفسية نكراء في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها وبطولاتها ورجالها وأمجادها. وأنا أقول والله إن أحق أمم الأرض
بهذا الاعتزاز والفخار بل بجدارة واقتدار هي أمة نبينا المختار صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الأمة التي شهد لها ربها جل جلاله بقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس وستظل أمة المصطفى خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ارجع معايا تاني الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبشروا أبشروا ما تخافوش ما تقلقوش من يأجوج ومأجوج 999، يعني إلى جهنم عياذا بالله، ومنكم واحد. ثم قال الحبيب صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. لا 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 استنى عند دي، أصل أمة النبي هي الأمة رقم 70، في 70 69 أمة قبل أمة النبي. جبت الكلام ده منين؟ ما انا بقول لك كل كلمه بدليل بفضل الله، لا نقول شيئا في مثل هذا الا بدليل، اما ايه واما حديث. روى الامام احمد في مسنده والامام الترمذي وابو داود وعبد بن حميد في المنتخب بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال انتم موفون 70 امه، انتم خيرها واكرمها على الله تعالى. الله الله اللهم لك الحمد. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. يا سلام على الكرامة دي، يا سلام على الكرامة دي. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا. قال جل جلاله يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. أيها الموحد لله، أيها المتبع للحبيب رسول الله، ارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء وقم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا، واعلم بأنك أشرف إنسان على وجه الأرض بتوحيدك لرب السماء والأرض وبإيمانك بخير خلق الله في الأرض محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. كرامة والله، والله يا لها من كرامة ويا له من شرف. أسأل الله أن يرقينا إلى مستوى هذا الشرف وإلى مستوى هذا الانتساب لمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. اسمع النبي يقول إيه، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة، إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. فكبرنا، يعني كبر الصحابة قالوا الله أكبر الله أكبر. فقال صلى الله عليه وسلم إني لأرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة. فكبرنا، قال الصحابة الله أكبر. فقال المصطفى في الثالثة إني لأرجو أن تكونوا شطرا أي نصف أهل الجنة. وخلي بال حضرتك بقول لك ده أمة النبي نص أهل الجنة، وهي الأمة المتممة لسبعين أمة، عشان تعرف الكرامة والمكانة لأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم. إني لأرجو أن تكونوا شطرا أي نصف أهل الجنة، فما أنتم في الناس إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو كالشعرة السوداء.